بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة سمر. قبل ما ندخل في الموضوع، نحب نشكر الجميع اللي التحقوا بقناتي في الآونة الأخيرة، شكرا للجميع. وأيضا قبل ما نتكلم في الموضوع اللي راح نتكلم عليه اليوم إن شاء الله، ماذا بيا تعرفوا بأنني أنا ما رانيش طبيبة، أنا لست طبيبة، لكن المعلومات اللي نتكلمكم فيها هي معلومات المفروض كل مرأة، ولا لازم لكل مرأة تكون تعرفها، تعتبر من الثقافة العامة، يعني عند المرأة خصوصا المتزوجة، واللي يكون عندها يعني تحب تحمل. المرأة لما تكون تحمل أول مرة راح يكون عندها جهل بالموضوع، لهذا نحبيت نشارككم معرفتي في هذا الموضوع، يعني الحمل والولادة والإجهاض وهذه الأمور. نتمنى تستفادوا من الخبره تاعي، واش يعني انا واش عشت، واش سالت الطبيبه واش جاوبتني. هذه هي الموضوع كما قريتو في العنوان، هو وشنو هما اول اعراض الحمل. شنو هما اول اعراض الحمل؟ اول اعراض الحمل ولا الاعراض المبكره للحمل هي كما نقولوا هي نفسها اعراض الدوره الشهريه. ممكن كاين بعض النساء اللي يصالهم تغير كي يكون قريب الدوره الشهريه، يصرى لهم تغير في المزاج، يولوا مقلقين، تلقى المراه تولي مقلقه، تولي تنفس بسرعه، تولي كاين اللي تنفتح الشهيه تاعهم، تولي تحب تاكل، كاين اللي يكون عندها الم اسفل البطن، كاين اللي تحس بالثقل، كاين اللي يجيها احتقان في الثدي تاعها، كاين بالنسبه يعني للحمل، المراه اللي تكون حملت من قبل وتكون متعوده ديجا، يعني تكون تقدر تفيق كيما نقولوا حنا، تقدر تعرف انها حامل، هيك دائما علامات تحس بانها تكون عندها دوخه، ويكون عندها ارهاق شديد وميل للنوم. هذه من اول الاعراض اللي تحدث، لكن هذه الاعراض ما تحدثش لكامل النساء، لهذا ما نقدروش نعتبره انها من الاعراض اللي كيما نقولوا حنا تتكلي عليها، غير تحدث لك تقولي خلاص انا راني حامل، ولا تروحي مثلا لو كانت تروحي للطبيبه وتقولي لها عندي دوخه وعندي كذا وراني ظانه باللي انا راني حامل، الطبيبه راح تقول لك روحي انتظري تاريخ اللي المفروض تكون فيه، تجيك فيه الدوره الشهريه، لما تتأخر عليك أكثر من 3 أيام راح تقول لك أرواحي. ومن هنا نستنتج بأنه أول علامة من علامات الحمل هي تأخر الدورة الشهرية. أحيانا اختبار الدم يقدر يعطيك نتيجة قبل من موعد تاع الدورة الشهرية، احيانا نادره وين يكون عندك اختبار الحمل يعني يجيك ايجابي قبل من موعد الدوره. يمكن يحدث هذا عند النساء اللي ياخذوا منشطات، ولا ياخذوا يعني المنشطات للتبويض، ولا خصوصا النساء اللي ياخذوا الابره التفجيريه هذوما، وحتى ممكن انها ما تكونش اصلا حامل لانها تعطي نتيجه مغلوطه للاختبار الحمل، تعطي نتيجة مغلوطة لاختبار الحمل. لكن المفروض انه النساء اللي ياخذوا ابر تفجيرية ولا هذو من النساء يتبعوا عند الطبيبة، يعني راح يكون عندها تتبع عند الطبيبة، ما راحش تكون يعني ما راحش تتكل على اختبار الحمل المنزلي هذاك ولا، رغم انه يعني نتفهم المرأة لما تكون تنتظر حمل وتكون متشوقة انها تكون حامل، ما احيانا حتى توصل انها تتوهم الامور. انا في موضوع اختبار الحمل المنزلي كيفاش تستعمله، كاين البعض طرحوا علي اسئله يقولوا لي خرج لي خط ابيض، ما كانش نتيجه يعطي فيها خط ابيض، لكن هما يركزوا لما يعملوا اختبار الحمل النتيجه راح تكون واضحه جدا، يا اما خط فاتح يا اما خط غامق، الامر واضح. لكن الام يعني عفوا يعني ان شاء الله كامل يكونوا امهات، المراه لما تكون تتمنى انها تكون حامل تقعد تخزر في هذاك الاختبار الحمل،
تشوف هذاك الخط اللي تشوفوه هما هو الخط اللي المفروض ياخذ لون مغاير، اللي المفروض هو يتلون سواء بالوردي ولا بالأحمر، هذاك الفاقع اللون تاعو. فهي تقعد تركز فيه، تعتقد انه خرجت لها هذيك النتيجة. هذيك ما تعتبرش نتيجة، عندك النتيجة كما قلت لكم يا إما سواء كان الخط غامق أو فاتح، فهذا يعني نتيجة إيجابية بإذن الله. يعني عند النساء اللي ما عندهمش مشاكل وما ياخدوش أدوية منشطة وما ياخدوش إبر تفجيرية، ما خداوش عند النساء. أما اللي يتبعوا عند الطبيبة فلازم يتبعوا عند الطبيبة، هي اللي راح تقول لهم وقتاش لازم يروحوا لعندها ويعملوا التحليل وتشوف لهم بالسونار ولا الليكوغرافي. المعلومة أيضا اللي أنا حابة نقولها لكم هي أنه لما يجي موعد الدورة الشهرية المفروض يكون ذلك في الأسبوع الرابع أو الرابع ولا نهاية الرابع. فهذاك الوقت تنتظري من بعدها، تنتظري عندك، تنتظري الأسبوع اللي بعده مباشرة تروحي عند الطبيبة، ولا لأنه في الأسبوع الرابع في الأسبوع الخامس راح كيس الحمل راح يكون واضح في السونار ولا في الإيكوغرافي. كيس الحمل راح يكون واضح، الطبيبة لما تشوفه حتى وما تسمعش دقات القلب تاع الجنين راح تشوف كيس الحمل. دقات قلب الجنين راح تسمعوهم ما بين الأسبوع السادس السابع، نقدر نقول مام حتى الثامن في حالة ما إذا كان التبويض متأخر. إذا كان التبويض عند المرأة متأخر فالتلقيح يكون أيضا متأخر، فالنتائج يعني دايما تكون حتى الولادة راح تكون يمكن، يعني إذا كانت من النوع اللي يكملوا شهرهم كما نقولوا حنايا تكمل 9 أشهر كاملة، فلو كان نحسبه من يوم التلقيح راح تكون عندها شوية تأخر في الولادة. أيضا حبيت نتكلم على الإجهاض. الإجهاض كاين علامات كثيرة لتدل على خطر الإجهاض، من بينها تعرفه كامل يعني نزول الدم، لو أن لكن نزول الدم مش دايما ما يعنيش أنك أجهضتي انتهى، لكن تكون عندك مشكل. لكن أخطر علامة واللي لازم تردوا بالكم ليها اللي هي آلام الظهر. آلام يعني آلام، مش آلام خفيفة، آلام حاجة مؤلمة، يكون تحسي بالألم في ظهرك وألم مستمر. الألم وكيفاش تميزي ما بين الآلام اللي هي إنذار بالإجهاض، إنذار خطر الإجهاض، والآلام اللي تكون هي آلام الحمل عادية. آلام الحمل العادية يعني أحيانا المرأة يجيها آلام الظهر من الأمور الطبيعية في فترة الحمل، يقدر يوجع ظهرها. لكن المرأة لما يوجع ظهرها لما تمدد على ظهرها تستلقي مدة أقل من ربع ساعة راح يختفي هذاك الآلام. إذا استلقات وطولت وهي مستلقية وهذاك الآلام قعد وما راح لهاش، فهذيك اللحظة لازم هذيك الأم لازم تروح تشوف طبيبة، لازم تروح تشوف طبيبة. أيضا هذه هي أخطر علامة من علامات يعني اللي تنذر بالإجهاض، هذه من أخطرهم. العلامات الأخرى يمكن سيلان الدم، يمكن تحس بتشنجات، آلام هكذا، آلام يعني تكون حاجة قوية. لانه وايضا يعني كما قلت لكم فكاين علامات الحمل المبكر لكن تبقى تاخر الدوره هي العلامه الادق بانك حامل. ايضا كما نقولوا في الاجهاض ولا خطر الاجهاض ادق علامه هي الم اسفل الظهر، ويكون الم يعني صحيح الم، مش حاجه خفيفه تحسيها في ظهرك ولا الم. لانه المرأة لما تكون حامل كل شيء غير طبيعي بالنسبة لها راح يكون طبيعي. في فترة الحمل المرأة راح يحدث لها تغيرات كثيرة 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 كثيرة، انتفاخ الثديين، راح يكون عندها كما نقولوا تقلبات في على مستوى الأمعاء ولا كما نقولوا، يعني مرة يجيها إسهال، مرة راح يكون عندها إمساك،
كثرة الغازات عندها، كثرة التبول، الحالة ما راح تتوسع، حالة الثدي راح تتوسع ويولي لونها أغمق. لكن هذه العلامات كلها تكون المرأة ديجا على بالها باللي راهي حامل، راهي على هي تعرف نفسها باللي راهي حامل. يعني هذه علامات لو كان ما نقولوش أولية، ولكن علامات راح تجي من بعد. أيضا الوحام، راح ندير لكم موضوع إن شاء الله عن وحام المرأة، يعني بين هل هو حقيقة أو أوهام. وهو حقيقة، يعني من الآن أنا نقول لكم الوحام هو حقيقة، لازم تكون عندكم ثقافة عليه. الأمر اللي حبيت نقولها لكم أيضا بالنسبة للمرأة اللي تكون حامل، هو أنه نسبة الإجهاض، وإحنا نتكلم عن الإجهاض، نسبة الإجهاض تكون مرتفعة جدا في 3 أشهر الأولى. نسبة الإجهاض تكون مرتفعة جدا في 3 أشهر الأولى، فحاذري على نفسك، حاولي أنك يعني ترتاحي، خاصة الراحة هي الأساس. الراحة ترتاحي هي الأساس، يعني ما تبذليش جهد كبير، ما تعبيش روحك، ما ترفديش حاجة ثقيلة. حاذري روحك على الأقل 3 أشهر الأولى، لأنه نسبة الإجهاض في تلك الفترة تكون هي الأكبر. نتمنى الموضوع هذا يكون نال إعجابكم. نتمنى أيضا نكون يعني فتكم ولو معلومة، يعني ولو معلومة هكذا صغيرة، تكون جاتكم معلومة جديدة وفادتكم بها. نتمنى أنكم إذا هذه أول مرة زرتوا قناتي تنضموا لي وتبقوا معايا. ونقولكم السلام عليكم الموضوع المقبل إن شاء الله، وتهلاو في رحتكم، والسلام.